بسم الله الرحمن الرحيم. تبرير لجنة مناقشة رسالة الماجستير بناء على مصادقة مكسب دراسة العلوم والبحث العلمي في محضره رقم 1 للعام الجامعي 21/22 بتاريخ 21/8/2021 بتجلب بتشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير للطالب عبد الله أحمد أحمد العمدي كلية الحاسبات ونظم المعلومات علوم حاسوب التخصص علوم حاسوب الموسومة بإن إنهاس فوكس كرولينج ميثود يوزنج بلوك بيس كلاسيفيكيشن أند لينك بريوريتي إيفالويشن. اجتمعت اللجنة المؤلفة بهذا القرار والمكونة من أستاذ دكتور بشير محمد أحمد المقالح رئيس المناقشة الداخلية، أستاذ مشارك مالك ناصر الجبري عضو المناقشة الخارجية، أستاذ مشارك فؤاد حسن عبد الرزاق عضو ومشرفة يوم الخميس بتاريخ 2/9/2021 وبعد المناقشة العالمية لوزارة الطالب على قدرة اللجنة قبول الدراسة وقبول الرسالة ومنح الشهادة بتقدير عام ممتاز.